ضيفنا الثاني هو الشيف علي عماشة يلي قرر العودة من سويسرا على لبنان ليشارك بمبادرة إنسانية تطوعية تحمل بطياتها معاني التضامن والعطاء. بفضل طاقته وشغفه بالمطبخ بيقوم بإعداد وجبات ساخنة يومية للنازحين، متحديا الظروف الصعبة ومتطلعا لتقديم دعم حقيقي للمتضررين. بالبداية أهلا وسهلا فيك شيف علي. شكراً لكم على الاستضافة. شرفتنا. بدي أسألك إذا فيك تحدثنا عن لحظة اتخاذك القرار بالعودة للبنان رغم الظروف الصعبة الحالية، يعني وضع حرب وهيك بالعادة العالم بتفل ما بتجي، وكيف بلشت مبادرتك لتقديم الوجبات للنازحين؟ تمام، فكان القرار سهل سريع إذا بدكم. كنت أنا محضر جو مطعمي بسويسرا أنه الوضع شوي مأزم بلبنان، وإذا حيتأزم أكثر أنا نازل. وصلت على بيروت مع بداية الأزمة، وكان كتير سهل إنه ببيروت لاقي الناس الكونتاكتس اللي أنا كنت بعرفهم لأنه أنا ابن هيدي المدينة، وتواصلت مع مجموعة من الأصدقاء. فبأول يوم فعلياً، وكل الليل إحنا شغل على إنه نلاقي لوكيشن، نلاقي مطرح. اتصلنا بصديق عنده مطعم وعنده جنينة، ومن هون خلق مطعم مطبخ الجنينة. وبأول كم يوم كنا عم نطبخ لوحدنا أنا ومجموعة من الأصدقاء، لبلش بعدين يركب تيم، وهيك بلشنا. يعني القرار كان سهل يتاخد. نحن أولاد هذا البلد، وقت اللحظة اللي فيه أزمة رح نرجع على البلد، ورح نجرب نكون كل واحد عم بيحط طاقته بمطرح تفيد. يعني جهودك مشكورة وياريت كل الناس هيك بتعمل، وفي حالات طبعا استثنائية ان في ناس بتضطر انها تفل، بس كتير حلو انه نسمع انه في حدا رجع من سويسرا بلد جمال وامان لحتى لي يوقف مع بلده. هلأ انا بدي اسألك، حضرتك ذكرت عدة تحديات، بس شو التحدي الاكبر اذا فينا نقول لما حضرتك بلشت بهيدي المبادرة؟ يمكن يعني بأول مرحلة كان إنه نلاقي نوعية العلاقات اللي فعلاً بتفيد بإنه نخدم أكبر عدد ممكن. هيدا كان من أكبر التحديات، بالإضافة لإنه هيدي كمان هي عندي المشكلة إنه أنا ما بعرف بالسوق هون كيف بيشتغل. فأنا بأول فترة ما بعرف أي أفضل مكان لأجيب منه خضرة بأرخص سعر بأحسن نوعية، اي احسن مكان بقدر اجيب منه حبوب، من مورد للحوم اقدر اتعامل معه بكمان. يعني نحن بلشين كنا ما في بادجت، ما عم نقول انه نحن يلا عنا بادجت خلينا نصرف هيك، لا، نحن عم نجمع مصريات من بعضنا. وبدنا نعمل المنيو، بدنا نعمل المنيو مرتب، بدنا نعمل المنيو. الهدف اللي حطيناه باول يوم انه الناس وضع سيء بكل شيء، خسروا بيوتها، تهجرت، يمكن صح. موجودة على الطرقات. هدفنا انه العشر دقائق اللي عم ياكلوا في هيدي الميل ياكلوا وينبسطوا، يمكن يبتسموا. من هيدي النقطة أنا بقدر أسألك إنه هل كان عندك توقعات إنه تلاقي الدعم والموارد الكافية وإنه تستمر، ولا كان عندك تخوف من هيدا الموضوع بالبداية؟ لا، كان عندي تخوف اكيد، ويعني ما كنا عم ندور على دعم. يعني نحن باول فتره اشتغلنا مع منظمه محليه اللي كانت هي المفروض عم بتامن المواد الاوليه، ومشكورين ساعدوا بكثير بهذا المجال. بس يمكن هيدا الدعم الوحيد اذا بدك اللي كنا اللي بس كان واضح من البداية انه هو هذا حيكون مجهود فردي مني ومن التيم اللي انا عم بشتغل انا وياه. يعني هو في نوعين من الناس، عفوا، انه في الناس اللي بتشتغل بايدها وبتجرب، يعني بتعمل انتاج، وفي كان الناس اللي عم بتضيع وقت. ونحن ما عنا كان رفاهية الوقت. نحن عم نحكي 300 ل 500 ميل بدهم يتحضروا بين الساعة 9 الصبح للساعة 12 الظهر.
مع ناس منا عندها باك جراوند، مع ناس مش طباخين، مش يعني مش شافية عندهم الخبرة. وهيدي نقطة، يعني نقطة كتير مهمة هون وصعبة، فيها صعوبة. انه قال بس اللي حاطط اللي كان يعني اللي اجوا الفولنتيرز اللي اجوا المتطوعين اللي اجوا وبلشوا معنا من بدايات هذا الشغل، حاطين يعني ببالهم وحابين وبدهم يتعلموا. هلا طبعا انه نحن عم نجرب نعطي احسن اكل، ومش مثل ما انا بشتغل برا، يعني مش فاين داينينج. فنحن عم صح، نحكي عن ميل بتسد جوع، بت طيبة نكهتها طيبة. فايه كان في تشالنجز بهيدا. شيف علي، بدي أسألك قديش بتلاقي في فرق بين حرب تموز 2006 وحرب 2024؟ هل في اختلاف بتجربتك الحالية سواء على الصعيد الشخصي أو المجتمعي؟ اوكي. بحرب تموز بال2006 انا كمان كنت عم بتطوع، بس بديبارتمنت كومبليتلي مختلفه، بشغل كومبليتلي مختلف. انا بال2006 كنت عم سوق امبيلونس للنجدة الشعبيه، فكانت تجربه كليا مختلفه. يمكن اللي تعلمته من تجربتي بحرب تموز بالتعاطي المباشر مع النازحين، كان استفدت منه هلا بهيدي التجربه بالتوقع بالانتيسيبيشن لشو ممكن يصير، قد ايه وين راح يصير في ضغط. انه بالنهار اللي كان يصير فيه باول الاحداث، بالنهار اللي كان يصير فيه ضربه على الضاحيه او على بيروت، انا اعرف انه اوكي اليوم لا ما حنعمل 300 ميل، اليوم حنعمل 600 لانه الناس حينزحوا. هلا عم ينزحوا بالوقت اللي نحن هلا عم نشتغل، الناس عم تنقل من هاي الحاله لمنطقه امنه، يعني لمنطقه تقديراتك إذا فينا نقول صارت فيها عندها خبرة أكتر، صح؟ بالضبط. الخبره مش بالطبخ، الخبره بس يعني انه الواحد يكون موجود ويكون فاعل بالمجتمع بظرف مثل هلا، مثل اللي عم نمرق فيه كلنا. شيف علي، كيف بتساهم تجربتك الواسعة بالمطبخ يلي اكتسبتها بالعمل برات لبنان بمواجهة التحديات اللوجستية والعملية بإعداد وتوزيع الطعام بهيدي الظروف؟ يمكن ما فيني كتير اربط بين الاثنين لانه نمط الشغل اللي عم بشتغله هون كليا مختلف. هلا اللي يمكن اكثر مثل اللي كان بالنسبه لنا كتيم نكته، عم نلعب لعبه، عم نلعب كل يوم، هي انه اوكي هيدي الطنجره اللي انا بحياتي ماني شايف طنجره بهذا الحجم، انه هيدي الطنجره كم بورشن رح تعمل اليوم. ففي هيدي الحظوره اللي يمكن بيصير الواحد قادر، مثل ما عم اقول لك انه نحن لما عم نزيد بنفس النهار الظهر اوريدي بناخذ قرار انه اليوم رح نزيد 50 وجبه او 100 وجبه. الخبره العمليه كشيف هي اللي بتساعد انه ما ارجع عيد الطبخه من اول جديد، لا زيد هيدي الكميه بهيدي البورشن. والحمد لله كنا نلعبها، كنت على طول اربح هيدي اللعبه انه اوكي هيدي الطنجره رح تكون 300 بورشن او 350 بورشن، تكون 350 يعني. هون التقديرات يعني بدها تكون مختلفه لانه الحجم اختلف كمان، فالوضع شوي في هيك حساسيه، صح؟ اكيد واكيد. وانا كمان عم بتعلم، يعني ما كنت بحياتي ممكن افكر انه لما يبرد الطقس شوي بيفرق عندي وقت الطهي كتير. هيدا الشيء هلا اتعلمته لانه انا عم بشتغل بجنينه، عم بشتغل اوت دور. حلو. فلما برد الطقس بهذا الاسبوع ببيروت، لا صرنا بدنا نحسب، نعمل حسابات الوقت للطبخ غير ما كنا عم نحسبه وقت اللي كان شوي دافي. حلوه هيدي النقطه. بس انا هلا بدي منك تخبرني عن تعاون بينك وبين منصه رصيف. نحن يعني يارا هي صديقة قديمة، في معرفة شخصية، نحن بجو واحد تقريبا، ومن الشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا معنا كمان في معارف، يعني معارف شخصية اللي هي وصلت لأنه يجوا رصيف، منصة رصيف يجوا يصوروا عنا هون الريبورتاج المهضوم اللي عملوه.
كمان من بمجموعة من العلاقات الشخصية إجا كتير من المصورين الصحفيين لعنا وصوروا شغلنا. في جزء منه كان يعني بتصير يعني هي هيدي نقطة حلوة إنه نسلط الضوء عليها، خصوصي بهيدي المبادرات يلي كل الناس بحاجتها إذا فينا نقول. هلا أنا بدي أطلب منك تقيم لي، يعني كيف أنت حضرتك بتقيم تجاوب الناس مع مبادرتك، سواء من المتطوعين أو حتى من الناس المتلقين للمساعدة، وهل هالشي بحسسك أو إنه هالمبادرة بتعزز الترابط المجتمعي بهالأوقات؟ بالضبط. كنت عم خبرك عن انه هلا من بعد الريبورتاج اللي رصيف عملوه، نحن في ناس كثير عرفت عنا، ما كانت عارفه عن مبادرتنا، ما كانت عارفه عن المطبخ تبعنا، تواصلوا معنا، سالوا شو فيهم يساعدوا، حتى في ناس من المستفيدين يعني اللي هن تواصلوا، نحن قراب ممكن توصلوا لنا اكل، لو ممكن توصلوا لنا اكل. هذا الشيء كمان صار وقت اللي اجى مجموعة من المصورين الصحفيين اللبنانيين وكمان صوروا الشغل. في شيء من الصور نزلت بالجرايد وتواصلوا ورجعوا الصحفيين معنا المصورين انه يي لك في هيدي العائلة ما حدا هني ما عم يعرفوا بيستحوا وكذا، فيكم تأمنوا لهم وجبات. وكان جوابنا هو دائما ايه، لأنه نحن هاي العلاقة اللي كانت ربح ربح للاثنين، نحن عم نعرف اكثر عن الناس عبر هاي المنصات، الناس عم تعرف عننا، وكمان يعني كم نحن يعني كمادة صحفية عم يستفيد منا، يعني للضوء على شغل. وحرام انه في جزء كبير من المجهود بيكون بيضيع لانه ما بنعرف فيه او ما صح. بنعرف انه هذا الشيء عم بيصير على المستويين. فايه انا يعني يعني يمكن جهودك مشكورة، وطبعا أي شخص عم ببادر وعم بيعمل شيء كمان مشكور. أنا بالختام بدي أسألك شيف علي، هل عم بتخطط لتطوير هيدي المبادرة أو الاستمرار فيها حتى بعد انتهاء الحرب والظروف الحالية؟ بالضبط. هون اللي برجع يمكن للسؤال، لتجربتي بحرب ال 2006، بحرب تموز بال 2006، انه انا عارف انه نحن هلا عم نبلش، ما راح نخلص من لحظه وقف اطلاق النار. انا عارف انه الناس راح ترجع على ضياعها، راح ترجع على ركام ضياعها، صح. ان كان بالجنوب او بالبقاع. ونحن يعني مع الفريق اللي عم بيشتغل معه، مع الناس اللي قراب اللي عم بنشتغل نحن وياهم، عم نخطط من هلا لانه نحن نرجع مع الناس، مش بمطبخ واحد، بمجموعة من المطابخ، والله يقدرنا انه يكون بكل ضيعة نحن عم نقدر نأسس لمطبخ شعبي، وطبعا بمساعدة الناس اللي موجودين. يمكن ما حابين يكون بأكثر من مطرح، بس أنا على ثقة انه الطباخين أو الستات حتى الأمات، يعني أنا حكون كتير مبسوط آكل أكل من إيدهم. وهذا الشيء نحن عم نبلش هلا، شغلنا هلا هو على عن جد بالخطوات الأولى، لبعدين بعد في كتير شغل، بعد في يمكن سنة كاملة من الشغل اللي حيكون صحيح. يومي لحتى الناس شيف علي، ترجع أنا بدي تصحى. أتمنى لك التوفيق بهالمبادرة الإنسانية اللي حضرتك أطلقتها. تشرفت فيك، وإن شاء الله منشوفك عن قريب بظروف أفضل وبتقديم وجبات للناس الفرحين، بركي بعيدا عن الحرب وعن هالظروف الصعبة. شكرا كثير لكم. تشرفتنا.